التفاؤل ليس هبة أو منحة، بل هو كزهرة عاطرة أو ثمرة طيبة لذيذة يأتي عقب غرس بذوره في العقل والقلب والروح. ثم أن تتعهد هذه البذرة بالرعاية الدائمة والمتواصلة المستمرة، فهو نتاج جد واجتهاد بروح قتالية عالية في سبيل إصلاح النفس وتنوير العقل وبناء الشخصية القوية الواثقة بنفسها والقادرة على اكتساب ثقة النفس.